طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. صحيفة الأيام: ميليشيا الحوثي تعتقل فنانا من لحج ذهب لإحياء حفلة في محافظة إبة. ومن موقع أخبار اليوم: وقفة احتجاجية بعدن لذوي المعتقلين والمخفيين تطالب بتفعيل المحاكم والنيابات. رئيس الجمهورية يقول لصحيفة الرياض: حريصون على تجنيب صنعاء ويلات الدمار والحرب. ومن البي بي سي: أمريكا تمنع مواطني كوريا الشمالية من دخول أراضيها. أهلا بكم. موقع المشاهد نت يعنون في صفحته الرئيسية بشأن ما يتعلق ببدء صرف مرتبات الموظفين في تعز، ويقول الموقع: شركة صرافة في تعز تستلم مرتبات الموظفين. وقال الموقع إن شركة الكريمي للصرافة تسلمت المبلغ المخصص لصرف رواتب موظفي محافظة تعز بإشراف مباشر من رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر. وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء أشرف على تسليم المبلغ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس هادي بصرف رواتب موظفي تعز. وكان بن دغر قد التقى في العاصمة المؤقتة عدن بالوفد الممثل عن الموظفين المعتصمين في تعز قبل يومين، حيث تم الاتفاق على آلية لصرف المرتبات المتأخرة. ميليشيا الحوثي تعتقل فنانا من لحج ذهب لإحياء حفلة في محافظة إب. وقالت مصادر محلية لصحيفة الأيام أن إحدى النقاط التابعة لميليشيات الحوثي وصالح بمحافظة إب اعتقلت الفنان الشاب على كرد خلال رحلته من محافظة لحج إلى محافظة إب قبل أكثر من أسبوع. وأوضحت المصادر أن الفنان على كرد، وهو من أبناء مدينة الحوطة بمحافظة لحج، كان في طريقه لإحياء حفلة الزفاف في إب، غير أن إحدى النقاط اعتقلته. ووفقا لصحيفة الأيام، لم يتم الإفراج عن كرد على الرغم من المتابعة التي يقوم بها بعض الأشخاص في محافظة إب، كما لم تعرف أسباب اعتقاله إلى هذه اللحظة. وتجدر الإشارة إلى أن الفنان على كرد من الفنانين الموهوبين بلحج، وله العديد من الأغاني المسجلة والمشاركات في الحفلات الغنائية. أكثر الناس نحيبا على ضياع الثورة والجمهورية هم أنفسهم الذين نهبوها وضيعوها وسلموها لأعدائها. النحيب لا يعني أكثر من أنهم فقدوا الدجاجة التي تبيض ذهبا. هكذا بدأ السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المشهور في موقع قناة بلقيس مضيفا: حاصروا جمهورية سبتمبر في قصورهم وشركاتهم وضياعهم وأرصدتهم ومنعوها عن الناس. لم يصل إلى الناس من الجمهورية سوى دمت يا سبتمبر التحرير وصورة الأحرار وهم يخرجون من السجن شم الأنوف، وصورة اللقي والعلف وهما يعدمان بسيف جلاد الإمام. أما علي عبد المغني فقد مسحوه من خارطتهم الإعلامية، كما عملوا مع أحمد عبد رب العواضي وعبد الرقيب عبد الوهاب وكثيرين ممن عفوا عند المغنم بتعبير عنترة. كان البسطاء والكادحون من الناس يحومون حول قصور وشركات النهابة يبحثون عن الجمهورية في صورة بقايا طعام من مخلفات القصور أو فرصة عمل. وعندما كان مزمار الجمهورية يصدح من داخل هذه القصور كان صوته يصل إلى آذان هؤلاء البسطاء والجياع، فلا يرون حواليهم سوى خرائب الفساد والاستبداد. النهابة ولصوص الثورة والجمهورية هم الذي سلموا صنعاء واليمن كلها للحوثيين بواسطة نظامهم السياسي والاجتماعي الذي أقاموه بعنوان الجمهورية ومضمون نقيضها. هذا النظام الذي سلم الثورة والجمهورية عندما حاصرهما داخل قصور الفاسدين والنهابين وعزل الجمهورية عن الشعب وأفقدها مضمونها وحولها إلى ضيعة للمواليين وقدمها على أنها المسؤولة عن إفقار الناس، وجاء أعداؤها القدامى وكانوا على موعد مع ميراث شكله لصوص الجمهورية وفصلوه بمقاسات النزق والجشع الذي ظهر به الوارثون ليتناوأوا الانتقام من الجمهورية ومن الشعب الذي عاصر تدمير الجمهورية مرتين،
مرة أخلاقيا وأخرى عسكريا، ولكن بنفس الأخلاق التي كانت القاسمة المشتركة لطغاة التدمير. فتشوا عن 26 سبتمبر والجمهورية في وجدان وضمير البسطاء، ومن أعماق هؤلاء فقط ستعود منتصرة. حملت الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم العديد من العناوين، أبرزها وقفة احتجاجية بعدن لذوي المعتقلين والمخفيين تطالب بتفعيل المحاكم والنيابات، وعنوان مقتل امرأة أثناء مداهمة قوات الحزام الأمني بمنزل بلحج ومصدر أمني يوضح تفاصيل الحادثة، وعنوان آخر المفلحي ينفي تقديم استقالته وشدد على انتشار الألوية خارج عدن. ومن تعز أيضا، مواجهات عنيفة جنوبية تعز والميليشيا تمطر قرية السيار بالقذائف وتعتقل مقاتلين موالين لصالح. إلى موقع يمن مونيتور والذي عنوان في صفحته الرئيسية: الحوثي يخطط لطباعة المناهج الدراسية في مؤسسات عسكرية وصحفية بصنعاء. وقال الموقع إن جماعة الحوثي لجأت إلى مؤسسات عسكرية وصحفية خاضعة لسيطرتها من أجل طباعة المنهج الدراسي التعليمي المعدل، بعد أن سحبت الأمم المتحدة دعمها لطباعته بعد قيام الحوثيين بتحريفه بما يتناسب وأفكار الجماعة العقائدية والسياسية. وقالت مصادر خاصة ليمن مونيتور إن جماعة الحوثي المسلحة بعثت بلجنة خاصة لمتابعة طباعة كتابة المنهج الدراسي التعليمي بنسخته المعدلة إلى كافة المطابع المملوكة لمؤسسات الدولة. وأوضح أحد الفنيين في إدارة التوجيه المعنوي التي تملك آلات طباعة ليمن مونيتور أن اللجنة حضرت إلى دائرة التوجيه وتلقت القيادة توجيهات بطباعة المنهج الدراسي التعليمي في المطابع المخصصة لطباعة المجلات والصحف. ونقل مراسل الموقع في صنعاء أن اللجنة قامت بزيارة جميع المطابع المملوكة للدولة بما فيها مطابع مؤسسة الثورة. القمع على أنغام موزارت، تحت هذا العنوان كتب باسل طلوزي مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا: أشفق على ذلك الفقير الهندي النحيل الذي ظن يوما أن في وسعه السيطرة على شراسة أفعى الكبرى بأنغام الناي، فكانت النتيجة أنه تلقى عضتها السامة وهي تترنح طربا. على الأرجح أن هذا الهندي يمثل شعوبا شتى ما تزال آمالها مفرطة بتغيير جينات القمع المتأصلة في خلايا سادتها، اعتمادا على مقولة الفيلسوف الكونفوشي مينيوس الخادعة: لو أن الملوك يحبون الموسيقى لكان الظلم قليلا على الأرض. والحال أنني أيضا ما أزال أحمل الناي ذاته وأكرر التجربة ذاتها، لكن مع أفاعي كبرى أشد شراسة، وقد تفاقم تفاؤلي وأنا أرى المغني الأوبرالي الإيطالي بوتشيليلي يزور الأردن لإحياء حفل كبير بين آثار جرش الرومانية. ويعاودني التساؤل: ماذا لو أقنعنا حكامنا بضرورة الاستماع إلى مقطوعات موسيقية عالمية كموسيقى باخ وشتروس وبيتهوفن مثلا قبل اتخاذهم أي مرسوم قمعي، أو قبل التصديق على حكم بإعدام معارض أو قذفه خلف القضبان، أو قبل السحق مظاهرة ما؟ ماذا لو كان استمع عبد الفتاح السيسي إلى مقطوعة بحيرة البجع قبل أن يتخذ قراره المشؤوم بسحق الاعتصام في ميدان رابعة العدوية؟ وماذا لو أصغى بشار الأسد إلى مقطوعة ضوء القمر قبل أن يقرر إطلاق غازاته الكيميائية على الغوطة الشرقية ودوما؟ وعلى الغرار ذاته، لو كان معمر القذافي وعلي عبد الله صالح وحسني مبارك من المداومين على الاستماع إلى سيمفونيات بيتهوفن، هل كانوا سيكبدون أوطانهم كل هذه الأثمان الفادحة لقاء استخفافهم بثورات شعوبهم والإصرار على مقابلة التظاهرات والاعتصامات بالرصاص والمدافع والطائرات الحربية؟ فليعذرني مينيوس لأنني لا أؤمن بمقولته، بدليل أن معظم المستبدين في العالم كانوا من المغرمين بالفنون. علق موقع الوحدة وينت حول إطلاق سراح الصحفي يحيى الجبيحي من سجون ميليشيا الحوثي في صنعاء، وقال الجبيحي عقب خروجه من المعتقل إنه ممتن للصحفيين ونقابة الصحفيين على تبنيهم قضيته والدفاع عنه، واصفا الصحفيين بقبيلته. وقال في تصريحات أو تصريح للوحدة وينت: أشعر بالامتنان
لعائلة الكبيرة الصحفيين اليمنيين وكل الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. وكان في استقباله أمام بوابة سجن الأمن السياسي عدد من الصحفيين ونقابة الصحفيين ومنظمة مواطنة وأقاربه. ويتابع الموقع: الحوثيون كانوا قد أصدروا حكما بالإعدام بحق الجبيحي في جلسة واحدة، وصدر بعد ذلك عفو بحقه بعد استنكار حقوقي كبير لهذا الحكم التعسفي. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي في مقابلة مع صحيفة الرياض أن الجيش الوطني اليمني مسنودا بقوات التحالف العربي قادر على حسم المعركة في صنعاء في أي وقت، حيث باتت صنعاء وضواحيها على مرمى مدافع القوات والتحالف. ويتابع الرئيس: غير أننا في الوقت الراهن ما زلنا حريصين على استنفاذ جميع الخيارات لتجنب صنعاء وإيلات الدمار والحرب، ولا يمكن أن نتصرف كما تتصرف الميليشيات في تعز بضرب المنازل عشوائيا على رؤوس المدنيين. ويضيف هادي: على القوى الانقلابية أن تعرف بأن صبرنا لن يطول، وأن تحرير كل شبر من أرض اليمن سيتحقق عاجلا أو آجلا. وفي رده على سؤال إقامة دولة اتحادية قال الرئيس: جربنا العديد من أنظمة الحكم ابتداء بحكم الأئمة البغيض ومرورا بالنظام المركزي غير الفعال شمالا وجنوبا، وقد تتوج مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في اليمن بالاتفاق على ضرورة المضي قدما إلى تأسيس دولة اتحادية جديدة. وعن استمرار الحل العسكري قال رئيس الجمهورية: إن الحرب كانت ضرورة وليست خيارا، فرضها الانقلابيون على الشعب بهدف النيل من نظام حكم الجمهورية، ونحن كنا ولا زلنا ملزمين بتحميل مسؤولية أو بتحمل مسؤوليتنا الدستورية والأخلاقية بأن نقف أمام هذا المشروع السلالي الرجعي الكهنوتي. صحيفة الحياة اللندنية تعنون في الملف اليمني: مقتل ثاني قيادي حوثي بارز في حرضة. وقالت الصحيفة إن الجيش اليمني أعلن مقتل قيادي حوثي بارز ومسلحين آخرين في قصف جوي للتحالف العربي على حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وأكد بيان أصدره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة مصرع القيادي عمار أبو خرشفة ومسلحين آخرين في حرض، وأشار إلى أن المواجهات الدائرة في جبهتي حرض وميدي كبدت الحوثيين وأنصار علي صالح خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وتتابع الصحيفة: عمار أبو خرفشة الذي عينه الحوثيون في أركان حرب الأمن المركزي في حجة هو ثاني قيادي حوثي بارز يلقى مصرعه في حرض بعد 3 أيام من مقتل مسؤول الإمداد والإسناد في تلك الجبهة فؤاد الجبري. إعادة تعريف أوروبا والأوروبيين، هذا عنوان لمقال كتبه وزير خارجية السويد الأسبق كارل. بني الاتحاد الأوروبي ذاته بواسطة دول قومية، ولكن مواطني هذه الدول أرادوا أن يتغلبوا على إرثهم الطويل من القبلية والحرب. وإذا حكمنا على الأمر من خلال هذا الهدف، فبوسعنا أن نقول أن نصف القرن الأول من عمر الاتحاد الأوروبي كان نجاحا هائلا، غير أن التوترات بادية للعيان،
وسواء كان ذلك مبررا أو لم يكن، فإن الغرائز القبلية تعود إلى الظهور عندما يستشعر الناس تهديدا لهويتهم الوطنية. إذا كان لأوروبا أن تجد لنفسها مكانا في عالم سريع التغير، فيتعين على مواطنيها أن يتعلموا كيف يستفيدون من الهويات المتعددة. فبوسع المرء أن يكون سويديا فخورا وأوروبيا فخورا في نفس الوقت، وبوسع المرء أن يكون ألمانيا وتركيا في آن، وأن يستمد القوة من هذه الازدواجية. فليس من قبيل الغدر والعقوق أن يرى المرء نفسه مواطنا للعالم، بل هو على العكس تماما موقف مشرف. من شأن مثل هذا التحول في المواقف أن يوفر الأساس لأوروبا مختلفة تماما، وبهذا نتحول بعيدا عن الصراعات والمخاوف القبلية القديمة أخيرا، ونعتنق مستقبلا رقميا متشابكا. وقالت إنجيلا ميركل للمواطنين الألمان أنهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك، ولكن هل تفعلها ألمانيا وبقية أوروبا؟ ما علينا إلا أن ننتظر ونرى، فالمهمة صعبة. وننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال لباتريك وينتور بعنوان استطلاع يكشف درجة عالية من عدائية البريطانيين إزاء العرب. ويقول وينتور إن استطلاعا جديدا كشف عن مدى العدائية إزاء الإسلام والعرب في بريطانيا. ويضيف وينتور أن الاستطلاع الذي أجرته هيئة يوغوف الحكومية يظهر أن معظم الناخبين في بريطانيا يرون أن العرب أخفقوا في الاندماج في المجتمع البريطاني، وأن وجودهم لم يقدم النفع لبريطانيا. ووفقا للاستطلاع، فإن 28% من الناخبين البريطانيين يرون أن الهجرة من الدول العربية كانت مفيدة لبريطانيا، بينما يرى 64% أن العرب لم يندمجوا مع المجتمع. وكشف الاستطلاع أيضا أن الناخبين البريطانيين يرون أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى بريطانيا من العراق وسوريا كان أكثر من اللازم. ووفقا للاستطلاع، فإن الصفات الثلاثية التي تتبادر إلى ذهن البريطانيين فيما يتعلق بالعرب هي التمييز بين الجنسين والثراء والإسلام، ويلي ذلك التطرف والتاريخ العريق. لدى الرؤساء المنتهية ولايتهم ما يفعلونه غير التخطيط للحرب وإشعالها في البلدان التي حكموها، كما درج الرؤساء العرب حاليا. وفقا لصحيفة القدس، فإن بيل كلينتون أول رئيس أمريكي سينشر رواية مشوقة عن الرئاسة. وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تنشر الرواية الأولى للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون السنة المقبلة. وتجربة بيل كلينتون تعد رائدة من حيث مشاركته الكتابة مع المؤلف العالمي المشهور جيمس باترسون. ووفقا لنيويورك تايمز، فإن الرواية ستصدر العام المقبل، لكنها في الوقت نفسه توضع تحت مجهر منفذي برامج تلفزة لتحويلها إلى مسلسل مع شبكة شو تايم. وتستقصي الرواية حادثة غريبة بعد اختفاء الرئيس الأمريكي عن البيت الأبيض وعدم الوصول إليه، ما يثير بلبلة وطنية. والرواية ستكون بعنوان الرئيس مفقود. إلى موقع شبكة البي بي سي والتي عنونت: إضافة مواطني كوريا الشمالية وتشاد وفنزويلا إلى قرار حظر السفر للولايات المتحدة. وقالت الشبكة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر قرارا بإضافة مواطني كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد إلى حظر السفر المثير للجدل إلى الولايات المتحدة. ويشمل قرار الحظر أيضا مواطني 5 دول عربية وإسلامية هي إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال. وذكرت وكالة رويترز أن القرار الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في 18 من أكتوبر المقبل استثنى مواطني السودان. وقال ترامب عقب إصداره القرار في وقت متأخر للأحد: إن من أولوياتي أن أجعل أمريكا آمنة، لن نسمح لهؤلاء بدخول بلدنا. أما الآن أهم الأحداث التي وثقتها عدسات المصورين ونشرتها صحيفة الديلي تلغراف، ننشرها في جولتنا المصورة، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير. Thank you.